مساء الفل لما يجي يتقدم عريس لبنتك او لاختك دايما بنقول ايه اسألوا شوفوا الاول الراجل ده كويس ولا مش كويس طب داخل جد ولا بيلعب لو الراجل محترم والبنت مرتاحه له يبقى الفاتحه وسمعونا زغروطه استنوا الموضوع مش بالسهوله دي ايه بطل القصه حقيقيه النهارده لما جت تتجوز سالوا على عريسها لو شخص محترم وطيب وحنين بس بعد اول اسبوع أول أسبوع جواز قعد يعيط ويقول لها إيه؟ هاتي شبكتك إخواتي عايزينها طب إخواته عايزين الشبكة ليه؟ تعالوا نسمع حكايتها من الأول. إسمي آيه متجوزة وعندي بنت عندها سنتين وولد عنده تسع شهور وعمري حاليًا 22 سنة. إتخطبت وأنا عندي 18 سنة لواحد من عندنا من البلد ما كنتش أعرفه بس كنت أعرف أخته وتعرفني عشان متجوزة جنب بيتي. هو شافني عندها وسألها عني فقالت له دي إنسانة كويسة وهي اللي مشيت في الجوازة لما تقدم لي اترددت في الأول لأني معرفوش وعمري ما شفته عمري ما شفته قبل كده بس أهلي وافقوا ورحبوا بيه أكمنه من عيلة كويسة ولما سألوا عليه عرفوا إنه طيب وغلبان جدا وقالوا لي وافقي ده إنسان طيب ومحترم وهتعرفي تعيشي معاه بس رغم كلامهم قلبي ما كانش مطمن ومش عارفه اجيبها لهم ازاي اني خايفه ومش مطمنه واللي زود خوفي اكتر ان الجوازه كانت هتبقى في بيت عيله في خمس سلايف بدل ما يحاولوا يسمعوني كانوا محاصرني وعمالين يزنوا عليا وكمان اخته كانت وقتها بتتكلم مع اهلي كويس ووافقت واتخطبت وقعدت سنتين مخطوبه اول سنه فيهم ما كنتش حاسه ناحيته باي مشاعر كان كلامنا مع بعض عادي لما كان بيجي لنا البيت كان بيكون شخص هادي جدا وقربت منه واتاكدت من كلام الناس انه فعلا طيب وغلبان وقلت المشاعر والحب هيجوا بعدين المهم اني هعرف اعيش معاه في السنه الثانيه من الخطوبه قرب مني اكتر وحبني وانا كمان حبيته والموضوع اختلف في كل حاجه بقى في بينا مشاعر جميله لحد ما عرفت ان اهله مش عايزيني وانه بيعافر معاهم عشان يتمم الجوازه واكون في بيته القصه كانت ماشيه كويس جدا لحد الاهل اللي مش عايزين ايه غريبه يا ايه مش انت بتقولي ان اخته بتود اهلك وبتكلمهم كويس وعلاقتكم كويسه بيها وهي اللي ماشيه في الموضوع قصدك ايه مين اللي مش عايز الجوازه اخواته التانيين مثلا ولا الخمس سلايف اللي انت هتروحي تعيشي معاهم في نفس البيت. تعالوا نسمع. اتجوزنا وفي الاول اول اسبوع فوجئت بجوزي طالع من تحت بيعيط بيعيط وبيقول لي هاتي شبكتك اخواتي عايزينها ولو ما ليش هيقولوا اني مش عارفه اسيطر عليكي وانك انت اللي مشياني وعياط عياط عياط لحد ما خلاني اعيط معاه وقلبي كان بيتقطع اديته الذهب وبقى أهلي وأصحابي يجوا يباركولي وأنا مش في إيدي شبكتي وبعدها اكتشفت أني تورطت ورطة كبيرة ما كنتش متخيلة أني هتورطها في يوم من الأيام فوجئت بسلايفي رمين علي الحمل كله في شغل البيت وبقيت بعمل أكل لأكثر من عشرين شخص طول الوقت جوزي بيقول لي مسحي واغسلي الأهلي وبعد 30 يوم من الجواز حملت وبقيت تعبانة جداً مش قادره اعمل حاجه ومع ذلك نفس الاوامر امسحي واغسلي واطبخي فقلت لجوزي ازاي يعني ازاي المجهود ده كله وانا حامل مش شايفني مش قادره انا مش قادره اقف على رجلي وجسمي همدان فيقول لي معلش استحملي كنت عارفه ان الاوامر دي مش اوامره وان سلايفي ماشيين معايا بمبدا الاقدميه وطالما انت الجديده اللي جايه علينا يبقى تخدمينا وكل غربال جديد وليه شده. اتحدوا عليا من اول اسبوع جواز وبقوا يسلطوا اجوازهم على اخوهم عشان طيب وغلبان وارجع اقول عادي مش مهم المهم انه كويس معايا وبيحبني ويجي بالليل يقول لي كلمه حلوه وبيراضيني بيها كنت بستحمل وبسكت حتى لما اخواته يزعقوا لي كنت برضك بسكت وفي الشهر الرابع من حملي اخوه ضربني. وقعني من على السلم لحد ما نزفت فشلوني ورموني على سرير حماتي عشان ما اروحش بيت ابويا وسحبوا مني التليفون عشان ما ارنش على حد من اهلي ولما جه جوزي من الشغل وشافني في الحاله دي سالهم هي مالها ردت حماتي وقالت له ابدا دي وقعت من على السلم رحت مسكت ايده وانا الدم في هدومي وقلت له هات لي امي راح شالني وطلعني الشقه وفضل يعيط ويبوس في ايدي ويقول لي معلش حقك علي ما تعرفيش اهلك حاجه والتاني مره سكت وفضلت في تعب وهم ومشاكل مع اهله وقبل ولادتي بشهرين كنت خلاص بموت من المجهود الزياده والدكتور قال له الحمل مهدد انه ما يكملش مراتك لازم تستريح راحه تامه لانه الحبل السري بتاع الجنين مفتوح واكتشفت اكتشفت ان ده حصل بسبب الوقعه اللي وقعتها لما اخوه ضربني ولما جوزي سمع الكلمتين دول راح وداني عند اهلي وقعدت عندهم لحد ما ولدت وربنا كرمني ببنوته بعد الولاده بشهرين رجعت تاني في نفس الموال ومن اسود قلوبهم بقوا يقولوا لي ارمي البيت وامسكي ايام في البيت بمعنى ان في ايام معينه انا اللي امسك فيها شغل البيت كله ده غير الاهانه من اخواته اللي كانوا بيقوموا عليا وبدات المشاكل تكبر وهم بيحاولوا يغيروا لي وحماتي قالتها كده بصريح العباره نفسي مره تضربها زي اخواتك ما بيعملوا مع مرطاتهم دي ما تخرجش دي ما تجيب لهاش حاجه في الشقه دي لازم تكسرها عشان ما تركبكش وقد كان فعلا جوزي اتغير وبدا يضربني وفي مره تعبت كانت بنتي عندها شهرين ولقيت نفسي حامل تاني قلت لهم انا حامل وبنتي لسه بترضع وعايزه اقعد لوحدي ما وفقوش. طب انا مش هستحمل انا مش هستحمل امسك ايام اعمل فيها شغل البيت كله لوحدي وانا بنتي على ايدي وفي طفل كمان في بطني برضك ما وافقوش وفي يوم وانا في السابع اخوه تاني ضربني لحد ما وقعت وكنت هسقط ولما شافني كده وخلاص هقول لاهلي قالوا لي اقعدي لوحدك زي ما كنت عايزه وفعلا قعدت فوق في شقتي يومين وفي اليوم الثالث معلش انزلي وما سابونيش غير لما نزلت لهم وطبعا هتسالوني طبعا هنسالك ما حكيتيش لاهلك ليه كنت خايفه اروح ليهم فيتقال دي مش بتسد في بيتها وبتاعت مشاكل وكل شويه تغضب وكمان كنت بستحمل عشان بنتي ولما بقيت في الشهر الثامن قلت لهم انا رايحه بيت أبوي وهو وافق واخدت بنتي ورحت وبعدها بعشر ايام ولدت وجوزي كان معايا وانا بولد وهما ما حدش منهم جه ولا شافوا الولد وبعدها باسبوع باتصل بيه عشان اروح انا وبنتي وابني لقيته بيقولي دول حالفين حالفين انك مش هتدخلي البيت تاني ومن وقتها ما جاش ولا شاف ابني من يوم ما كان عمره 12 يوم ولا بقى يشوفني ولا يشوف بنته دلوقتي ابني عنده تسع شهور وابويا ابويا هو اللي بيصرف عليا وعلى ولادي وبنتي بتقول لابويا يا بابا وابني كمان فاكره ابوه وللعلم اخته جنب بيت ابويا وهو بيعدي ياخدها ويجي لها وما فيش ولا مره هنا عليه يسال او يشوف ولاده <applause> ولما من فتره بعدت لعمه عشان يتدخل وقلت انا عايز ارجع بس انا هقعد لوحدي رفضوا وقالوا لا ده غير اني كلمته مره ورد عليا فيها وقالي مش هقدر اعمل معاهم حاجه هتيجي وتقعدي معاهم عادي غير كده لا وهو دلوقتي عايش معاهم انا بجد كرهته ونزل من نظري جدا ومش عاوزه اشوفه تاني ومش عارفه اعمل ايه في حياتي يا ريت تشوفولي حل لحد هنا وخلصت رساله ايه ايه بقت زوجه وام لطفلين وهي لسه عندها 22 سنة هي دي المشاكل اللي بنشوفها هنا في قصة حقيقية ولادها بيقولوا لجدهم يا بابا وأبوهم الحقيقي اختفى تماما من حياتهم وغالبا كده ما بقاش يصرف عليهم أيا المفروض دلوقتي تعمل إيه؟ هتفضل عايشة مع ولادها في بيت أبوها وأبوها يفضل يصرف عليهم ولا تحاول ترجع لجوزها وتعيش في بيت العيلة طب وبعدين هنفضل على الحال ده لحد إمتى؟ سنة طب اتنين طب تلاتة ويا ترى أهلها بقى هيكونوا مرحبين بوضع زي ده ولا لا؟ أسئلة تانية كتير هنجاوب عليها بس بعد الفاصل استنوني